السلام عليكم. يخص هذا العمل تلاميذ الشعب العلمية، برنامج العربية، مقدمة توضيحية. يعتقد تلاميذ الشعب العلمية دائما، ربما هناك استثناءات، أن المواد الثانوية مثل العربية ليست لها أهمية، في حين أنهم لا يتفطنون إلى أنها تعتبر داعماً أساسياً للمعدل إجمالاً، إذ تعتبر مصدراً لشحن نواقص المواد الأساسية، وهي إلى ذلك أبسط بكثير من أن نتركها جانباً غير مبالين بتلك النقاط. ماذا عن البرنامج؟ بالنسبة للبرنامج فهو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ينقسم كذلك إلى محورين. يتناول القسم الأول مسائل في الحضارة العربية الإسلامية قديماً، وكذلك ينقسم القسم الثاني إلى محورين، ويعنون القسم الثاني ببعض شواغل الإنسان المعاصر. تخطيط البرنامج: كما قلنا ينقسم البرنامج إلى قسمين، القسم الأول في الحضارة العربية الإسلامية قديماً، وهو ينقسم إلى محورين، في التفكير العلمي وفي الفن والأدب. أما القسم الثاني فهو بعض شواغل الإنسان المعاصر، المحور الأول في حوار الحضارات، والمحور الثاني في الفكر والفن، وبالطبع تلك النصوص التابعة لكل محور. لكن ما اللغة العربية؟ سؤال يتبادر إلى الأذهان. اللغة العربية ليست مجرد كلمات متناسقات يلعبن دوراً في تأدية المعنى، هي روح وفن طبعاً كما نعلم، لكنها كذلك أسلوب وعلم قائم الذات إن شئنا القول. ولتحقيق الإدراك التام والفهم المكتمل علينا أن نسأل: ما قوام هذه المادة؟ ما أساسها؟ ما الغاية من دراستها؟ أولاً، تقوم مادة اللغة العربية أساساً على جزئين: أسلوب ومضمون. أسلوب ومعنى، الأسلوب يؤدي المعنى. ثانياً، أن نحيط علماً بأغوار هذه المادة يتيح لنا ذلك المجال لفهم أبعاد القول وتعرجات اللغة التي تتلاعب بعقولنا، معتمدة في ذلك أساليب عديدة وقواعد لغوية جمع. ماذا عن الأسلوب والمضمون؟ حسناً، ينقسم كل نص بالضرورة إلى جزئين: مضمون وأسلوب. بالنسبة للمضمون، هو المعاني والمسائل المتناولة داخل النص، أي القضايا، المضامين والغايات، إلى ماذا يرمي الكاتب، ما غايته من كتابة هذا النص. ثم الأسلوب، الأسلوب ما يتضمنه الجانب الفني، أي الأساليب المعتمدة من قبل الكاتب، كالإنشاء، الخبر، الحجاج، التفضيل، الإجمال والتفصيل، وغيرها الكثيرة. عموماً، غرضنا من دراسة هذا البرنامج في العربية هو تبيان النص التفسيري وأساليبه من النص الحجاجي وأساليبه، أي في كل نص علينا أن نميز النص التفسيري والأساليب التي يقوم عليها، والنص الحجاجي وأساليبه كذلك.